السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احمد الله رب العالمين واصلي وسلم على خير خلق الله اجمعين وبعد ايها الأحبة اهلا بكم مع برنامجكم رمانه الميزان لدينا نتكلم في الركن الاجتماعي كيف نتعامل مع المجتمع في الحلقات الماضيه تكلمنا عن حق الجار وعن الاخلاق وتكلمنا كيف نتعامل مع مع الناس بالعفو ونتعامل معهم بكريم السجايا حلقه اليوم حلقه مهمه جدا ان احنا نتعامل مع الناس بمبدا الوفاء إذا ذهب الوفاء نزل البلاء عيش بالوفاء كن وفيا الوفي يا جماعة دايما تريده مميزا بين الناس سعيدا متزنا تريده في أعلى قمة الأخلاق عايز أسألك عدة أسئلة في الأول هل أنت وفي مع الله؟ هل أنت وفي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أنت وفي مع الناس اللي أحسنت إليك؟ هل أنت وفي مع الناس اللي أنت تعرفت عليها طيلة حياتك؟ هل انت وفي في معاملاتك الماديه الوفاء؟ لابد ان تكون وفيا تتعامل بهذا الخلق، خلق الوفاء من اعظم الاخلاق اللي للاسف ان انت تجد الان كثير من الناس يعني في بينه وبين هذا الخلق يعني بونا شاسعا جدا، كن وفيا مع ربك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون. وربنا سبحانه وتعالى قال في اصحابه صلى الله عليه واله وسلم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما وربنا سبحانه وتعالى حذر من نكث العهد وحذر من اخلاف العهد مع الرب سبحانه وتعالى قال ومنهم من عاهد الله لين اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله باخلوا به وتولوا وهم معرضون كتير من الناس يقول لك بس انا لو ربنا اداني انا هعمل وهسوي كتير من الناس يقول لك انا بس لو انا نجحت هعمل كتير من الشباب يقول لك انا بس لو حصلت على الوظيفه دي بص هستقيم بقى وهصلي واكون مع ربنا حاجه جديده خالص ده يا جماعه اللي يخلف الوعد مع رب سبحانه وتعالى يعني عذابه عظيم ويعني ما تخلق بخلق الوفاء تنظر لصحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم كيف كان وفاؤهم مع ربهم سبحانه وتعالى سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه بيحكي عن عمه انس بن النضر، بيقول غاب عمي انس عن غزوه بدر. ثم تكلم انس بن النضر قال لئن اشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا اخر ليرين الله ما اصنع. وعد ربه وعدا. فلما كان يوم احد نهض او لحق بالصحابه رضوان الله عليهم أم قد فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه في ارض المعركه، فوقف انس ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني الكفار ثم انطلق فقابله سعد بن معاذ قال أين تذهب يا سعد قال واها واها لريح الجنة إني أجدها دون أحد ورب النضر إني أجدها دون أحد ورب النضر فانطلق رضي الله عنه مجاهدا فأصيب بإصابات يعني كم إحدى وثمانين طعنة إما رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف ما عرف الا ببنانه عرفته اخته ببنانه باصبعه فكانوا يقولون نرى ان هذه الايه نزلت فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر هل انت وفي مع النبي صلى الله عليه وسلم انت وفي مع اوامره صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان ياخذ البيعه على اصحابه والعجيب ان انت تجد الصحابه رضوان الله عليهم طيله حياتهم محافظين على هذه البيعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعوني على كذا وكذا وكذا وتجد الصحابة رضوان الله عليهم يحافظون على هذه البيعة طيلة حياتهم انت وفي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أوامره سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان وفيا جدا لحبيبه صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر إن أتاني مال البحرين سأعطيك هكذا وهكذا وهكذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر رضي الله عنه يقول من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيده فليأتني فسيدنا جابر يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءني مال البحرين لا أعطيتك هكذا وهكذا فأعطاه أبو بكر ثم قال عدها فقال كم قال خمسمائة فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه مثليها ليفي بوعده صلى الله عليه وآله وسلم هل انت وفي في تعاملاتك تعاملاتك المادية كثير من الناس يا جماعة في تعاملات ما بتلاقيش يعني ممكن تلاقي واحد عنده مفاهيم مغلوطة في التدين تجده يصلي في الصف الأول ويبكي ويعني ظاهره الصلاح لكن إذا عملته في الدينار والدرهم في الفلوس وجدت مآسي وفضائح وهذا يعني حذر منه صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم أربع من كن فيه كنا كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها وإذا عاهد فجر وإذا عاهد غدر وإذا عاهد غدر وقال الله عز وجل: "واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا". كتير جدا في الشركات واحنا بنصفي وبنشوف يقول لك في ديون حاجه كده بند اسمه ديون معدومه مش هتيجي، بنسمعها كتير. الناس اللي اشترت بالاجل وبعدين خلاص مش ناويه تسدد، اين انت؟ من قوله صلى الله عليه واله وسلم: "يغفر للشهيد كل كل ذنب الا الدين". احذر، كن وفيا في تعاملاتك. هل انت وفي؟ وفي في اشد الازمات. سيدنا حذيفة رضي الله عنه وانظر لهذه الأزمة أزمة عظيمة جدا الصحابة داخلين على حرب قال ما منعني أن أشهد أنا وأبي حسين غزوة بدر إلا أننا خرجنا فأخذنا كفار قريش فبقول لهم أنتم رحيم فين قال نريد المدينة فقال لهم الكفار أنتم تريدون محمدا وتريدون أن تقاتلوا معه فقال لا فأخذ علينا عهد الله, عهد الله وميثاقه أن نذهب إلى المدينة وأن ننصرف إلى المدينة وأن نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم له ولأبي حسين انطلقا انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله, ونستعين الله عليهم هل انت وفي مع الناس اللي أحسنت إليك؟ هل انت وفي مع مدرسينك؟ هل انت وفي مع يعني رجل مثلا علمك حرفة من الحرف هل أنت وفيا معه هل تخلقت بهذا الخلق سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه بيقول ظللت ثلاثين سنة وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى للشافعي بل شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعد غزوة بدر يقول كلاما في منتهى الروعة قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا يعني الأسارة لأطلقتهم له بكلمة واحدة منهم مع أن الرجل مات على الكفر سبحان الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا له لأنه أزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم معروفا لما رجع من الطائف أواه المطعم بن عدي وقد قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله تنظر إليه صلى الله عليه وسلم تلا قمة هذا الخلق انظر إليه صلى الله عليه وسلم كان وفيا جدا مع أصحابه هو القائل الله الله في أصحابه لا تسبوا أصحابي ما بلغ احد ما بلغ لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه تجده صلى الله عليه وسلم وفيا للانصار ايه الانصار ايه الايمان حب الانصار الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق تجده صلى الله عليه وسلم كان وفيا جدا لحبيبه وصديقه تجده وفيا لابي بكر رضي الله عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بايام اعتلى المنبر ثم قال ان الله خير عبدا بين الدنيا والاخره، فبكى ابو بكر. ويعني وقال نفديك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله، فتعجب الصحابه، وابو بكر رضي الله عنه كان افهم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تبكي يا ابا بكر ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بكر خليلا. وقال كل باب في المسجد سد عدا باب ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. كان وفيا صلى الله عليه واله وسلم لحبيبه قلبه لزوجته رضوان الله عليها لخديجه سيده عائشه رضي الله عنها تقول ما غرت من امراه كما غرت من خديجه رضي الله عنها كان اذا جاء ذكرها لا يمل صلى الله عليه وسلم من ذكرها والثناء عليها في يوم من الايام سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم راجع من من سفر والصحابه والناس والوفود وقفوا معه فيترك صلى الله عليه وسلم هؤلاء ويقف مع امراه ويتحدث معها كثيرا. فعائشه رضي الله عنها تقول: من هذه يا رسول الله؟ قال كانت تاتينا ايام خديجه وان حسن العهد من الايمان. في فداء ابي العاص بن الربيع زينب رضي الله عنها ترسل قلاده كانت لخديجه رضي الله عنها، فلما راها صلى الله عليه واله وسلم رق لها رقه شديده، ثم قال لاصحابه ان أردتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا الذي لها فافعلوا. كان وفيا صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وبسببه بسببه صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى الوفاء قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أهل الوفاء هم أهل الجنات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك في جنات مكرمون إن خيار عباد الله الموفون المطيبون، عليكم بالوفاء، عليكم بالوفاء، تخلقوا بهذا الخلق، إذا ذهب الوفاء نزل البلاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. la la la